مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما جرى في عالم كرة القدم، حصاد كروي لأبرز ما جرى في من نتائج المباريات وأخبار الصحافة والانتقالات والشائعات خلال الساعات القليلة الماضية. راح نبلش اذا مع اخبار الانتقالات. كان نادي شالكة الالماني اعلن عن ضم المهاجم مايكل غريغوريتش البالغ من العمر 25 عام قادما من نادي اوغسبورغ بعقد على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي دون الكشف عن اذا ما كان العقد سيتضمن بند يتيح لنادي شالكة التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي أم لا. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية، على ما يبدو نادي أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان لضمه لمدة 3 سنوات، علما أنه عقد كافاني سينتهي مع نادي البي اس جي في يونيو حزيران المقبل. نعرف أنه طلعت شائعات كثيرة مؤخرا حول مغادرة كافاني لباريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد كان واحد من الأندية اللي كانت راكدة للتعاقد مع كافاني. بما أنه الآن قرب سوق الانتقالات الشتوية يفتح في من خلال أسبوع تقريبا رح يفتح، أو نعم أسبوع تقريبا بالضبط، فالآن الأندية بدأت تعلن عن صفقاتها. مثلا سمعنا ليفربول كيف تعاقد مع مينامينو، سمعنا العديد من الأندية بلشت تعلن عن صفقاتها يلي رح طبعا يعني رح تتم في شهر يناير. الآن ربما أنا أتوقع في خلال الأيام القليلة القادمة ربما سنسمع خبر تعاقد أتلتيكو مدريد مع كافاني. السؤال هنا برأيكم، هل سينجح كافاني مع نادي الرخي بلانكوس أم لا؟ ياريت تشاركونا بأراءكم من خلال التعليقات. في خبر آخر، نبقى مع ملف وقضية اللاعب التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة اللي كل يوم عم بيتم الحديث عن موضوع بقائه في برشلونة أم خروجه إلى أحد الأندية الإيطالية اللي طالبته، اللي هو نادي إنتر ميلان أو يوفنتوس حابب أنه يستعيده. تحدث أرتورو فيدال عندما تم سؤاله في المؤتمر الصحفي حول الانتقال لنادي إنتر ميلان، ماذا قال؟ قال: وكيل أعمالي هو الذي يتابع مثل هذه الأمور، لكنني هادئ وسعيد في برشلونة. حين أعود من العطلة سنرى ما سيحدث والقرار الذي سنتخذه، والآن أريد أن أكون مع عائلتي. سوف أواصل الاستفادة من كل الفرص التي أحصل عليها للتسجيل، وآمل أن نتوج بكل الألقاب التي ننافس عليها. يعني ما حكى شيء أرتورو فيدال حول مستقبله، قال أنه سنرى ماذا سيحدث عندما أعود من العطلة. هل تتوقعون انتقال أرتورو فيدال في الانتقالات الشتوية أم تتوقعون بقاؤه في برشلونة؟ ياريت تشاركونا بأراءكم من خلال التعليقات. نبقى في نفس الموضوع، وفقا للصحافة الإسبانية نادي إنتر ميلان يفكر في تقديم عرض لبرشلونة من أجل ضم أرتورو فيدال في صفقة على سبيل الإعارة، الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم، يعني يستعيروا الآن في شهر يناير ويبقى معهم حتى نهاية الموسم ومن ثم يقررون شراءه أم لا. لكن وفقا للصحافة الإسبانية برشلونة لن يوافق على رحيل أرتورو فيدال على سبيل الإعارة، إما بيعه بشكل نهائي أو بقاؤه مع النادي. في خبر آخر، كان الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ تحدث عن مستقبله أمام الصحافة عندما تم سؤاله إذا كان سيغادر البايرن أو سينهي مسيرته في ألمانيا. قال: أنا لم أقل أبدا أنني سأنهي مسيرتي في ألمانيا، لكنني أيضا لم أتحدث عن الرحيل عن بايرن ميونخ. ما قلت عن مسيرتي الدولية ينطبق أيضا على مشواري مع بايرن ميونخ، فعندما أشعر بأنني بحالة جيدة وعلى قدر التحديات سأواصل اللعب لأطول فترة ممكنة. هذه كانت كلمة الحارس الألماني مانويل نوير إذا حول مستقبله. في خبر آخر، وفقا للصحافة البريطانية
نادي أرسنال مهتم بالتعاقد مع كيفن فولاند يلي هو مهاجم نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية. الآن صرنا عم نسمع اسم أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية، ربما المدرب الجديد أرتيتا هو الذي بدأ يحرك الصفقات ويطلب الصفقات. الآن خبر آخر، ننتقل للحديث عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللي أصبح مدرب جديد لنادي أفرتون. تم سؤاله في مؤتمر صحفي عن إذا كان سيجلب زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيفرتون، لأنه سمعنا إشاعات كثيرة أنه ربما زلاتان يجي على نادي إيفرتون. قال كارلو أنشيلوتي: زلاتان صديق جيد لي وأنا عملت سابقا مع العديد من اللاعبين الكبار، قد أتصل بإبرا لمعرفة ما إذا كان يريد زيارة مدينة ليفربول، لكن الأمر لن يكون من أجل مناقشة ضمه للفريق، بل سيكون الأمر شخصي فقط. أيضا تحدث أنشيلوتي أثناء تقديمه عن تدريبه لنادي أفرتون وقال: الهدف على المدى الطويل هو المنافسة في البريمير ليج، لكن هدف الفريق يجب أن يكون التأهل لدوري الأبطال. التحدي الذي واجهنا عامة هو تقديم كرة قدم أفضل. عندما تم سؤال كارلو أنشيلوتي لماذا قبل بأن يدرب نادي أفرتون وليس مثلا نوادي أخرى مثل الأرسنال أو النوادي اللي كانت طالبته، قال: قبلت العرض بسبب طموح وتاريخ هذا النادي، فهو نادي صاحب سمعة وأجواء خاصة بفضل مشجعي. هذه كانت كلمات المدرب الإيطالي. إذن هل تتوقعون النجاح لأنشيلوتي مع أفرتون؟ ياريت تشاركونا بأراءكم من خلال التعليقات. في خبر آخر ومع مدرب آخر، بيب غوارديولا. تحدث مدرب مانشستر سيتي عندما تم سؤاله في المؤتمر الصحفي إذا ما كان فعلا سيرحل في نهاية الموسم أم لا. ماذا قال بيب غوارديولا؟ قال: هذا موسمي الرابع مع السيتي والقادم سيكون الخامس، لأنني راغب في البقاء في الموسم المقبل. هذه فترة طويلة، أنا أشعر بالراحة هنا وسأرى إذا كنت أستحق توقيع عقد جديد. ارتفع أداء الفريق كثيرا والتوقعات عالية، وسنرى ما إذا كنا قادرين على التعامل مع هذا الأمر. الأمر لا يتعلق بي فقط بل بأشخاص آخرين. يعني إذا غوارديولا عبر عن رغبته أنه هو يريد البقاء لمدة موسم آخر وتجديد عقده مع مانشستر سيتي، لكن الأمر ليس متعلق به، يتعلق بالنتائج التي سيحققها. إذا ما كانت نتائج إيجابية، يعني إذا خسر السيتي الدوري لمصلحة ليفربول مثلا وخرج من الشامبيونز ليج ولم يحقق الألقاب، ربما نرى إقالة لغوارديولا أو ذهابه إلى مكان آخر. أيضا في خبر آخر، الإيطالي جوسيبي ياكيني تم تعيينه كمدرب جديد لنادي فيورنتينا الإيطالي خلفا للمدرب المقال مونتيلا. إذا يعني شفنا كيف تمت إقالة مونتيلا وتعيين، الآن تم الإعلان عن تعيين ياكيني كمدرب جديد للفريق. أيضا نتحدث عن أرتيتا المدرب الجديد لنادي أرسنال، تحدث في للصحفيين في أول مرة بيتحدث فيها وقال: أعتقد أنه لدينا فريق جيد بالفعل في الأرسنال، وهنا كثير من الجوانب يمكن تطويرها، أحتاج جميع اللاعبين معنا. كل الاجتماعات التي حضرتها هدفها الاحتفاظ بجميع اللاعبين وجميع الطاقم الفني. حتى الآن أنا راضي تماما عن ردة الفعل. ما نحاول نقله للاعبين هو كيفية الالتزام وأهمية اللعب لهذا النادي هو الأساس. هذه كانت تصريحات أرتيتا. إذن في خبر آخر، على ما يبدو الأوروغوياني بنتانكور لاعب خط وسط نادي يوفنتوس تم حرمانه لمدة 3 مباريات في الدوري الإيطالي بعد طرده واعتراضه بشكل غير لائق على الحكم في مباراة كأس السوبر أمام لاتسيو التي جرت في الرياض، وتم تغريمه أيضا بمبلغ 10,000 يورو. إذن في خبر آخر، كان نادي فورتونا دوسلدورف أعلن عن تجديد عقد مدربه فونكل حتى عام 2021 بشرط بقاء الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني أو البوندسليغا. وفي خبرنا الأخير، على ما يبدو اللاعب الجزائري نبيل بن طالب
لاعب وسط نادي شالكي الألماني، عبر عن رغبته في الرحيل عن ناديه وخوض تجربة أخرى، وقال خلال تصريحات صحفية: أردت إثبات نفسي داخل أرض الملعب، لكنني لم أحصل أبدا على الفرصة. أنا جاهز الآن لبدء فصل جديد في مسيرتي. شفنا كيف بن طالب لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم مع شالكي، لكن شارك مع الفريق الرديف. اللاعب أصبح عمره 25 عام، وأكيد حقه يعبر عن رغبته بالخروج، لأنه لا يشارك أبداً 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 مع نادي شالكة. إذا مشاهدينا، هذا كان ملخص لحصادنا الكروي اليوم. بتمنى لكم يوم سعيد، وأشكركم جزيلاً على المتابعة. أكيد رح أشوفكم لاحقاً من خلال البث الحي يلي بيصير على صفحة أخبار الآن، للحديث عن آخر وأبرز ومختلف المواضيع المتعلقة بكرة القدم. شكراً للمتابعة، وإلى اللقاء.